السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد من دروس التاريخ للصف الخامس الابتدائي، وهو الدولة الأموية. انتهينا في الدرس السابق عند الدولة الأيوبية، وبعد انتهاء عصر الدولة الأيوبية بدأ عصر جديد، هو عصر دولة المماليك. وأشهر حكام مصر في عصر المماليك هو سيف الدين قطز. سيف الدين قطز ولد في بلاد خوارزم بشمال إيران، وعندما غزا المغول بلاده قتلوا أسرته فبيع في سوق الرقيق، إلى أن أخذوا عز الدين أيبك وأصبح قائد لجند عز الدين أيبك، وتولى قيادة الجيش عندما أصبح أيبك حاكما على مصر. بعد مقتل عز الدين أيبك اللي تولى الحكم بداله ابنه المنصور، لكن للأسف في الوقت ده اتعرضت البلاد لخطر شديد، هو خطر الدولة أو خطر المغول. فقام سيف الدين قطز بعزل المنصور وأصبح هو سلطان البلاد. ليه؟ بما تفسر حتى يواجه خطر المغول. ويجي سؤال هنا تاني يقول لي ما النتائج مترتبة على تعرض البلاد لخطر المغول؟ قيام سيف الدين قطز بعزل المنصور وأصبح هو سلطانا على البلاد. إذن إحنا قلنا إن الخطر اللي بيواجه البلاد هو خطر المغول. مين بقى هم المغول يا أولاد؟ المغول هم عبارة عن شعب بدائي جو من وسط آسيا، من منطقة تسمى منغوليا شمال الصين حاليا. اشتغلوا بالرعي وبالصيد وتربية الخيول، واشتهروا بالفروسية والرماية، واتصفوا بالقوة والخشونة. استطاع جنكيز خان إن هو يوحد المغول ويغزو العالم الإسلامي والهجوم على الدولة الخوارزمية. وبعد وفاة جنكيز خان تولى مين؟ هولاكو. أصبح هولاكو هو قائد المغول، وهولاكو اتجه إلى إيه؟ إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية. طب إيه النتائج المترتبة على اتجاه هولاكو إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية؟ قام بقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله ومعظم سكانها وأشعل النيران بها. إذا لو جاء سؤال هنا ما النتائج مترتبة على اتجاه هولاكو نحو بغداد، هنقول كده قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله ومعظم سكانها وأشعال النيران بها. بعد ما دخل هولاكو زي ما قلنا بغداد، اتجه إلى بلاد الشام واستولى على مدينة حلب ودمشق، ثم أرسل للسلطان قطز يهدده ويطلب منه الطاعة. فما كان من قطز إلا أنه عمل إيه؟ أمر بقتل رسل هولاكو. إذا قطز عمل إيه؟ أمر بقتل رسل هولاكو. هنا بيجي سؤال ما النتائج المترتبة على قيام قطز بقتل رسل هولاكو؟ هنكتب كده ده إعلان من قطز الحرب على الإيه؟ على المغول. إذا قطز قام بقتل رسل المغول، وده إعلان منه بالحرب على الإيه؟ بالحرب على المغول. قطز أعد الجيش للحرب، ولكن بعض أمراء المماليك تخاذلوا عن الخروج للحرب. ليه؟ بما تفسر ليأسهم من الانتصار على المغول. فقطز يعني خطف فيهم قائلا من اختار الجهاد فليصحبني، ومن لم يختر فليرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه وخطيئة المسلمين في رقاب المتخلفين. وده ألهب الحماس في قلوبهم فخرجوا جميعا للحرب. بخروجهم للحرب دارت معركة اسمها معركة عين جالوت. دي كانت امتى يا ولاد؟ في رمضان سنة 658 هجريا. معركة عين جالوت يا ولاد كانت سنة 658 هجريا 1260 ميلاديا. ايه الاطراف؟ مين الاطراف في المعركة؟ الاطراف الجيش المصري بقيادة مين؟ سيف الدين قطز، وجيش المغول بقيادة ايه؟ كاتباغ. ايه اللي حصل في المعركة؟ اثناء المعركة حصل اضطراب في صفوف المماليك، فصاح فيهم قطز قائلا واسلاما، وده رفع الروح المعنوية عند المحاربين، واندفع الجنود وقتلوا قائد المغول، وتم هزيمة المغول وانتصار الجيش المصري. طب ايه نتائج بقى معركة عين جالوت؟ 1- حماية مصر وبلاد الاسلام واوروبا من خطر المغول. 2- توحيد مصر وبلاد الشام تحت زعامة دولة المماليك. ثالث حاجة ايه؟ القضاء على أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر. 4- أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. إذا لو جه سؤال قال لي ما النتائج المترتبة على
انتصار المغول، انتصار المصريين على المغول، اقول له تم توحيد مصر وبلاد الشام، حمايه مصر وبلاد الاسلام واوروبا من الخطر المغولي، اصبحت مصر زعيمه العالم الاسلامي والقضاء على اسطوره الجيش المغولي الذي لا يقهر. بكده يبقى انتهى درسنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.